من وسائل الإعلام الرياضي، من الصحف الرياضية، كل واحد بيتناول الأمر من وجهة نظره وحسب المعلومات اللي وردت إليه أو وصلت له. طبعا في أمور لازم نستقر عليها أو نتفق عليها وكلنا متأكدين منها. محمد صلاح بالتأكيد بيحترم اتحاد بلده والمسؤولين في الاتحاد المصري كرة القدم، وأكيد حريص على الصالح العام للكرة المصرية وعلى استفادتها وتعظيم استفادتها بقدراته وصيته الذائع عالميا وحجم النجومية غير المسبوقة اللي حققها كأول لاعب مصري يحقق هذه الأرقام وهذا الحجم من النجاح. على الجانب الآخر أعتقد أن نفس الأمر ممكن نصف به اتحاد الكرة، المفترض كمان في المسؤولين في اتحاد الكرة أنهم أكيد سعداء بنجاح هذا النجم الاستثنائي، نجمنا الكبير محمد صلاح، وأكيد يتمنوا أنه يحقق أعظم استفادة ويكون مثال للالتزام كمان بتعاقده مع نادي ليفربول وبأمور احترافية بحتة بتفرض على أي لاعب في القارة الأوروبية، أمور تعاقدية وتسويقية وحقوق وأمور مالية خاصة بحقوق الرعاية. عشان كده أعتقد أن كل الأطراف لازم تشوف الأمر بوجهة النظر التانية، لازم الاتحاد ينظر من وجهة نظر محمد صلاح ومحاميه، ولازم محمد صلاح ومحاميه ينظروا للأمر من وجهة نظر اتحاد الكرة اللي أكيد سعيد جدا بنجاح نجمنا وابننا العزيز محمد صلاح وبيتمنوا ان هذا النجاح يستمر وانهم يستفيدوا فيه بالشكل الامثل. اعتقد الامر لازم يكون فيه مراعاه للامور الماليه المتفق عليها، الامور المفروضه على اي لاعب بموجب تعاقده مع نادي، واذا كان طبعا تعاقد مع نادي بحجم واسم ليفربول وارتباطات وقوه والزام اللاعبين في ارتباطاتهم في الدوري الانجليزي اغلى واشهر الدوريات عالميا، واكيد هنصل لحل ولصيغه ان شاء الله تكون الصيغه الافضل للحفاظ على كافه الحقوق وعلى مصلحه كافه الاطراف. عشان كده هنشوف في الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، والنهارده اعتقد هيكون معانا كمان هاتفيا واحد من المسؤولين في اتحاد الكوره المصري يكلمنا اكتر عن التفاصيل وما تم التوصل اليه. رايك ايه محمد في الخلاف ده وما اثير حول هذه الازمه في الفتره اللي فاتت؟ والله محمد يعني الموضوع بالنسبه لنا موضوع شائك جدا، يعني انت بتتكلم عن قيمه نجم كبير جدا في الكره المصريه محمد صلاح واحد السفراء او السفير الاهم للكره المصريه في الدوريات الاوروبيه في الدوري الانجليزي، وفي نفس الوقت برضه عندنا مصلحه مهمه، يعني مفيش اي مصلحه تقدر تكون قصادها او ماشيه معاها بالتوازي، مصلحه منتخبنا الوطني. كل هذه المشاكل الاداريه انا شايفها ايا كانت قيمتها او ايا كانت تفاصيلها لازم يتم وضعها جانبا وتحل بايا كانت الطريقه اللي ممكن تحل بيها. واعتقد لو في لوائح ثابته في الطلبات اللي طلبها محمد صلاح من خلال وكيل اعماله او يعني تعبير يعني ادق محامي الخاص به او مدير اعماله تتم من خلال اللوائح المنظمه لحقوق اللاعب مع المنتخبات الوطنيه، وعندنا المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وهو رئيس اتحاد الكره بالتاكيد عنده تفاصيل مهمه جدا في هذه الامور اللائحيه او القانونيه. لكن اللي يهمنا انا او يهم جمهور الكره المصريه بشكل عام او الشعب المصري هو مصلحه المنتخب الوطني. مفيش اي مصلحه في الدنيا تكون فوق مصلحه اعتبار البلد او مصلحه المنتخب. مصلحه المنتخب خلال الفتره القادمه هذه الازمه هل قد تؤثر على منتخبنا الوطني في التصفيات الافريقيه؟ لان في نفس الوقت واحنا بنتكلم في ازمه محمد صلاح مع المنتخب والحقوق التجاريه او ايه اللي ليه او ايه اللي عليه، الكلام داخل كمان في مرحله ان هل الاتحاد الكوره بعت للنادي ليفربول الانجليزي في التوقيت الرسمي لاستدعاء محمد صلاح في الاجنده الدوليه، ولا هو بعت كمان متاخر حوالي 96 ساعه، فدخلنا كمان في دوامه ان الاختيار بالنسبه لمحمد صلاح في الاجنده الدوليه قد لا يكون سليم وبالتالي لن ينضم في المعسكر القادم. هنا تكمن الازمه، الازمه بالنسبه لنا بالنسبه للمنتخب الوطني في مشاركه اللاعبين المحترفين والتواجد بافضل العناصر في المباريات القادمه، لان مصلحه المنتخب بصراحه يعني مصلحه فوق اي اعتبار وفوق يعني اي حد، لان الفتره القادمه بالتاكيد منتخبنا الوطني هو بالنسبه لنا هو رقم واحد. محمد صلاح يعني قيمه كبيره واسم كبير، وعندنا مثلا في المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي هو رقم واحد، وفي البرتغال كريستيانو رونالدو، لكن في نفس الوقت منتخبنا الوطني فيه عناصر ايضا مهمه جدا وعناصر مميزه، في محمود حسن تريزيجيه، في لعيبه مميزه جدا بتلعب في الدوريات الاوروبيه لا تقل اهميه عن محمد صلاح، لكن هذا الامر يحل بشكل قانوني ولائحي، ما يكونش فيه قعدة عرب، ما يكونش فيه حلول لطرف على حساب آخر، وفي الآخر مصلحة المنتخب الوطني هي الأهم. زميلي محمد بشكرك زميلي محمد سعيد، وأخيرا هنترقب طبعا ما نستمع إليه من خلال مداخلة هاتفية محتملة اليوم مع أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم. زي ما محمد قال وزي ما حضراتكم أكيد بتتفقوا مع الرأي ده إن لازم تدار الأمور بشكل بعيد عن المشاعر، بعيد عن فكرة التعاطف مع اللاعب، التعاطف مع اتحاد الكرة المصري، لازم الأمور تدار وفقا للصالح العام اللي بتحدده المواثيق والعقود المفروضة على
الاتحاد وعلاقته التعاقدية مع لاعبي المنتخب وحقه في الاستفادة بيهم سواء فنيا أو تسويقيا أو دعائيا أو ماليا، وحق اللاعب وحق نادي عليه في الدوري الإنجليزي، وأيضا حق النادي في الاستفادة من اللاعب والسماح له بالتحرك للمشاركة مع منتخب بلده وفقا لضوابط محددة في التعاقدات مع اللاعبين المحترفين. إن شاء الله نصل لأفضل صيغة لو تعاملنا مع الأمر بشكل هادئ ومتزن وعلمي بعيد عن أي توترات وعن أي اجتهادات إعلامية غير دقيقة. إن شاء الله الأزمة تحل في أسرع وقت بشكل يخدم منتخب مصر ويحافظ على حقوق اللاعب ومصالحه كلاعب محترف في أكبر دوريات العالم، وأيضا على أي مصالح واستحقاقات للاتحاد المصري على لاعبين نجوم الكرة المصرية ومنهم بالتأكيد نجمنا محمد صلاح.